طيب كواليس انضمامك للنادي الاهلي في المره الاخيره ايه اللي حصل؟ الموضوع بدا كابتن طارق كلمنا وقت ال على فترات طويلة يعني ساعات في وسط السنة ساعات في آخر السنة ساعات كده، واحنا كنت انا ومحمد ساعتها لسه محمد جوزك مبروك بالمناسبه الله طبعا، الله يبارك في حضرتك على يعني قران السعيد، وان شاء الله يعني نطلع بقى بيبهات كتار كره سله ان شاء الله، نحاول نطلع بوينت جاردز بقى يلعبوا شويه بالظبط. الله ينور، بس محمد طبعا طويل فممكن يطلع سنتر، مش عارف هيطلعوا بوينت جارد خلاص احنا قررنا كده تمام. السيطره مهمه جدا في الحالات دي. طيب نرجع تاني لموضوعنا، حصل كلام مع كابتن طارق خيري اخر سنه، انما السنتين الاولانيين ما كانش بيبقى فيه كلام. كان سبورتنج بيبقى كلام من بدري شويه فالدنيا بتبقى واضحه بدري سنه فبتمضي معاهم على طول. وكان ساعتها برضو فكره ان في بطوله افريقيا هنلعبها ده كان الحاجه اللي بتشدني. افريقيا مع سبورتنج ما شاء الله، يعني واخده بطوله اوروبا مع فرقه اوروبيه، واخده بطوله افريقيا مع فرقه افريقيه، انت عامله تاريخ كبير يا ريم بصراحه ما شاء الله. يعني بتهيألي ما فيش لاعبه في الالعاب الجماعيه ككره سله او يد او طير عملت اللي انت عملتيه بصراحه. الحمد لله. يعني بطوله اوروبا وبطوله افريقيا مع فرقتين مختلفين ده تاريخ اكيد تفخري بيه. طيب ايه اللي خلانا بقى نقول خلاص انا جاي الاهلي بعد الموسم ما خلص؟ ايه اللي حصل؟ مين كلمك؟ جيت ازاي؟ لا هو كده كده انا مامتي بقى لها فتره اللي هو ريم انت لما رجعتي من امريكا او اوروبا او كده رجعتي على الاهلي، خلصتي بقى في الاهلي. مامتك أهلاوية؟ ماما أهلاوية. حلو جدا. لا ماما كل التحية طبعا. هي طب ماما اسمها ايه؟ هناء. كل التحية طبعا للأستاذة هناء طبعا، يعني ايوه كده هو كده دور الأمهات تساعد على طول تمام. قالت لك لازم تخلصي في نادي الأهلي؟ يعني مش لازم بس اللي هو يعني ايه، هي حقتها دي حاجة هي حباها. وانا طبعا حاجة تشرفني ان انا ابقى في نادي الأهلي. لما كنت موجودة كنت مبسوطة جدا وكانت يعني فترة جميلة جدا في حياتي، و يعني كمان الجروب بقى الموجود دلوقتي مع كابتن طارق مع كابتن خالد العوضي، الناس دي كلها بصراحه انا لما اتكلمت معاهم وتعاملت معاهم الموضوع كان سهل جدا. سهل يعني ما عرفتش حتى اقول لهم لا. جيتي مضيتي ما عرفتش حتى يعني انيجوشيت مش هقول لا يعني مفيش مفاوضات. لا ده حتى انا ما فوضتش. ايه ده بجد؟ خلاص يلا خلاص انا جايه لكم. انتوا موجودين الساعه كام؟ انا جايه لكم. ودي الميزه ان اللاعب يبقى جاي حابب انه يجي. يعني صدقيني هي دي اللي بتبقى نص التألق، ان انت نفسيا مرتاح وعايز تبقى مع الناس دي، عايز تبقى مع المجموعه دي، فده في حد ذاته بيبقى نص التفوق. بس النص الثاني هو دعم محمد جوزك. لا ده اكيد يعني ده مش نص الصراحه، ده يعني 100% كل عظيم امراه، ده دايما بنسمعها. يعني ده حقيقي، ولكن دايما او نادر، مش دايما نادر، لما يبقى وراء امراه عظيمه رجل، دي بتبقى نادر. خلينا اتكلم انا راجل يعني ما اقول الحقيقه يعني، فهو بيبقى نادر. بس في حالتك انت النهارده لعيبه واخده بطوله اوروبا مع فرقتها، والنهارده بتاخد افريقيا بتاخد قارتين مع فرق مختلفه، ده مش جاي صدفه. ان شاء الله مع الاهلي كمان. ان شاء الله مع الاهلي برضو باذن الله السنه دي، لان النادي الاهلي احتمال كبير يستضيف البطوله. طيب محمد دعمك ازاي؟ ايه اللي حصل عشان تقولي كده؟ بصراحه هو يعني بيشوفني بطريقه انا مش بشوف نفسي اصلا، يعني هو شايفني في حته انا نفسي اشوف نفسي كده، لان انا لو شفت نفسي كده انا عارفه ان انا هبقى في حته تانية خالص. ده كلام كبير قوي بقى. والله لا كلام بجد كبير قوي. ويعني مثلا السنه اللي فاتت دي احنا قربنا نقفل سنه، فالسنه دي كلها ما بيفوتش ماتش، هو اصلا كان قاعد في القاهره عشان شغله هنا وانا في اسكندريه عشان ماتشاتي وتماريني وكده، بيجي لي ماتشاتي كلها ما شاء الله. انت فين؟ انا جاي اصور، ما لكيش دعوه. هو بكلمته هو مهووس بالفوتوغرافي. لا هو شغال ايه الاول؟ هو او خريج ايه يعني، مجاله ايه؟ مش لازم شغال ايه بالتفصيل، المجال. بس يعني انا لاحظت حاجه. انا لاحظت انه بيحب التصوير يعني جداً. هو وانت في الاستوديو يعني مش مجاله يعني ده مش شغله الاساسي او اللي هو، بس هو بيحبه جدا لدرجه ان انا متهيألي ان لو عنده الاوبورتيونيتي ان ده يبقى شغله الاساسي هيبدا فيه. لا انا عايز اقول لكم يا جماعه احنا قاعدين دلوقتي ومحمد بيصورنا، يعني ما شاء الله هو يعني يعني فخور بيكي، ودي حاجه حلوه ان الشريك الحياه يكون فخور بالطرف الثاني. هو السبب ان انا هلعب السنه دي اصلا فعلا. طب ليه يعني؟ هل مثلا فكرت انت تبطلي وهو قال لك لا؟ مستحيل فعلا. هو مرافض فكره ان انا ابطل. ازاي واحده زيك تبطل؟ ازاي؟ ما ينفعش. هو لو انت بطلتي الناس كلها تعمل ايه كده يعني؟ عشان كده بقول لك هو بيشوفني بطريقه لو انا اشوف نفسي بيها الموضوع هيختلف تمام. يعني المقوله دي بتطبق معاكي في حياتك صحيح، ان هو يعني وراء كل امراه عظيمه رجل عظيم.
وكمان مش بس كده انت ابريشيت ده جداً وشايفه ده يعني حاسه بيه كمان مش مجرد ان انت حاجه في حياتك لا انت مقدره. ربنا يسعدكم انا ما عنديش غير كلمه ربنا يبعد عنكم العيون يا رب وربنا يسعدكم.